يعني سلمى، اليوم عم نحكي وإلى قسم وحصة كبيرة الإجراءات الاحترازية اللي عم بتقوم فيها وزارة التربية بكافة مؤسساتها التعليمية اليوم للحماية والتوعية أيضا من فيروس كورونا والتصدي لهذا الفيروس اللي عم ينتشر بجميع أنحاء العالم، ونحن لحد الآن قدرنا نسيطر على عدم انتشاره. سلمى، قديش اليوم في إنجازات وطرق تعقيم واحترازات وتوعية حتى إن كان للأهالي والكادر التدريسي حتى؟ أكيد، يعني مثل ما قلتي فرح، في كتير حملات انطلقت وأيضا إجراءات حكومية كانت صارمة بهذا الموضوع من أجل الحفاظ على سلامة وصحة أبنائنا. فمثل ما بنعرف لـ2 من نيسان تم تعطيل المدارس وكافة المؤسسات التعليمية، لكن ماذا بعد هذه العطلة؟ هل من خطة أيضا ضمن التجمعات الدراسية في الأماكن التعليمية من مدارس، معاهد، جامعات وغيرها؟ الجواب رح يكون بفقرتنا لليوم مع ضيفنا الدكتور نهاد مصطفى، رئيس دائرة الصحة المدرسية في تربية دمشق، اللي رح يعرفنا أكيد ما هو المطلوب اليوم من الطلاب أنفسهم لوقاية نفسهم وحماية نفسهم، وأكيد من كل الكادر الموجود. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير دكتور. واليوم يعني في حملة كتير كبيرة لتوعية الناس ونشر هذا الوعي والتمسك بالإجراءات الوقائية للتصدي لهذا الفيروس. خلينا نحكي اليوم عن دوركم إن كان بنشر الوعي أو حتى بهي الإجراءات الاحترازية لحتى نحمي حالنا ونحمي طلابنا وبيوتنا. في البداية اسمحوا لي عن طريق قناتكم الكريمة عايد على زملائي وأقول لهم كل عام أنتم بخير. لحاملي الحقيقه المهنه هي ام المهن، فما داموا هن بخير نحن بخير والوطن بخير، حاضرنا مستقبلنا ان شاء الله بيكون بخير. الحقيقه نحن في عندنا برامج بالصحه المدرسيه، تعليمات وبرامج سنويه نقوم بها في الحالات العاديه دون ان يكون هناك اي طارئ. ومن ضمن هذه البرامج عندنا الحقيقه برنامجين يعنوا بموضوع التثقيف، وهو التثقيف الصحي. طبعا هذا البرنامج يعتمد على التلقين اولا، يعني انه توصلي المعلومه كما هي للتلميذ او الطالب. وفي المنهج الصحي، المنهج الصحي الحقيقه هو عمل متكامل مع اداره المدرسه والطلاب، ونحن نقوم بهذا العمل بتوزيع مهام او مشكله معينه على مجموعه من الطلاب. بيقوموا طبعا هن بدورهم، بحطوا امكانياتهم ليصلوا للمعلومه هن بنفسهم. يعني ممكن نقول مثل هاي المشكله انه اضطرينا انه ننقل احد التلاميذ الى المشفى، بيبحثوا بالامر، بياخذوا بنسميه نحن تاريخ مرضي او الى اخره، بيصلوا انه لانه كان مثلا ما عم يغسل ايديه، لانه ما كان عم بيمارس ممارسات صحيحه بحياته اليوميه. فالحقيقه عندنا هدول البرنامجين نقوم حاليا بتكثيفهم ويعني نشرهم اكثر بين التلاميذ. نعم. يعني دكتور التوعية هي جزء كتير مهم، الحذر، الوقاية الشخصية، كل هاي المفاهيم اللي لازم ننشرها بشكل كبير وخصوصا بين طلاب المدارس. خلينا نحكي كمان عن طريقة التحضيرات اللي عم تعملوها حاليا بالمدارس من أجل بعد الانتهاء من الفترة الاحترازية في حال لم تمدد وعادوا طلاب للمدارس. هاي الفترة الاحترازية خطوة جيدة، والحقيقة أعطتنا فرصة لنقوم أولا عملية النظافة أولا، ومن ثم ننتقل إلى عملية التعقيم والعمليات الأخرى. عملية النظافة طبعا بدها مقومات، عملية النظافة خاصة بدورات المياه أو بالمرافق الصحية في المدارس. هلأ عم نشتغل بشكل مركز، نقول مركز وهادئ، لأنه الحقيقة عنا الفترة فترة الأسبوعين أو أكثر شوي حتى نعطي صيانة. نحن نعرف كمان لسه في ممكن بمدينة دمشق ما يكون الموضوع مثل ما في بعض المناطق الأخرى اللي عادت إلى حضن الوطن يعني في الفترة الأخيرة. ففي عندنا مدارس يعني بحاجة إلى بعض الإصلاحات أو الصيانة. فالحقيقة نقوم حاليا بتركيز
الهم الأكبر إلى المرافق الصحية أن تكون على ما يرام حتى نستطيع أن ننتقل إلى المرحلة الثانية. الحقيقة يعني يوم مبارح بدأنا بعملية تعقيم، يعني ليس انتهينا من موضوع النظافة، الآن نقوم بتغريق بتعقيم المدارس، التعقيم السطوح. نحن كل ما بنعرف أكثر عن عدونا اللي هو فيروس الكورونا، كل ما بنقدر نحن نتعامل معه ونواجهه بشكل أكاديمي أكثر. فالحقيقة بما أنه نحن بنعرف أنه الفيروس طريقة انتقاله ليست عن طريق الهواء، يعني ليس الطريق الأكثر انتشارا هو عن طريق الهواء بل عن طريق الملامسة، لأنه الفيروس ثقيل. والحقيقة يعني هنا في وحدة قياس يصل ل 400 ل 500 نو، بينما بقية الفيروسات بين 80 و100. فالحقيقة هو دمه ثقيل ولا يستطيع الطيران أكثر من لمتر أو مترين. أكيد أستاذ، رح نكمل هذا الحديث ونكمل بالتفصيل كيف اتخذنا الإجراءات وكيف تمت عملية التعقيم، لكن أكيد بعد الموجز. أكيد فرح، رح ننتقل هلأ لاستوديو الإخبارية ونتعرف على آخر المستجدات على الساحة السياسية محليا وعربيا وعالميا مع زميلتي علا أبو خضر. يسعد صباحك علا. يسعد صباحك سلمى، وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجز لأهم وآخر الأنباء، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم. اعتدت قوات النظام التركي ومرتزقته من المجموعات الإرهابية بالمدفعية على عدد من القرى في ريف حلب الشمالي، هذا وأفادت مصادر أهلية بسقوط عدة قذائف مدفعية على الأحياء السكنية، وذلك في قرى مرعناز والمالكية والعلقمية ومنخ شمال مدينة حلب، مصدرها قوات الاحتلال التركي في منطقة عزاز، ما تسبب بأضرار مادية دون وقوع أضرار بين المدنيين. في إطار تنفيذ الإجراءات والقرارات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا، شهدت دمشق إغلاقا شاملا للمطاعم والمتنزهات الشعبية والحدائق العامة ودور السينما والمسارح والنوادي وصالات ألعاب الأطفال، وغيابا كاملا لأي نشاط فيها دون تسجيل مخالفات، ما ترك ارتياحا كبيرا لدى المواطنين. في الإطار ذاته أعلنت وزارة الداخلية إيقاف العمل في تسجيل وقيعات الأحوال المدنية ومنح البطاقات الشخصية والعائلية لغاية الثاني من الشهر المقبل، وقالت الوزارة إنه انطلاقا من حرصها على سلامة المواطنين فإنها توقف العمل بتسجيل وقيعات الأحوال المدنية ومنح البطاقات الشخصية والعائلية في الإدارة المركزية ومديريات الشؤون المدنية وأمانات السجل المدني والمراكز والشعب في المحافظات كافة، وذلك لغاية الثاني من الشهر الرابع لعام 2020. ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم إعفاء المواطنين من الغرامات المترتبة على التأخر في تسجيل الواقعات ومنح البطاقات الشخصية والعائلية عن تلك الفترة. في خبرنا الأخير وفي سابقة هي الأولى من نوعها منذ بدأت الصين بإحصاء إصابات فيروس كورونا في كانون الثاني الماضي، أعلنت بكين أنها لم تسجل خلال الساعات 24 الماضية أي إصابة جديدة محلية المصدر بفيروس كورونا المستجد، لكن الصين سجلت بالمقابل ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات الوافدة من الخارج. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز، والآن عودة إليك سلمى. شكرا لك علا من غرفة الأخبار، وأكيد دائما عم تطلعون على آخر وأهم الأخبار على الساحة السياسية. بدنا نرجع لصباحنا غير فرح. أكيد سلمى، أستاذ اليوم كنا عم نحكي عن أهمية التصدي لهذا الفيروس بمختلف الإجراءات، سواء من تعقيم أو توعية إن كان للطلاب أو الأهل أو الكادر التدريسي. حتى بعد عودة الطلاب إن شاء الله 2 نيسان اليوم، شو هي الإجراءات؟ في خطة موضوعة لاستكمال هي الإجراءات الاحترازية وإضافة نشر الوعي بين الطلاب وللأهالي حتى؟ نحن متأكدين أولا وإن شاء الله حتى تاريخه لا يوجد أي إصابة مثبتة بهذا الفيروس على أراضي الجمهورية العربية السورية،
وهي الفرصة نحن مثل ما قلنا إذا بنعرف عن الفيروس يعني بعض خصائصه، عرفنا أنه ممكن أنه يكون فترة الحضانة حوالي الأسبوعين. فالحقيقة هاي الفترة منكون نحن إذا وصلنا إن شاء الله وما صار في إصابات، فنحن منكون واثقين تماماً أنه ما كان في إصابة، حتى لو كان في أي موضوع أو اشتباه تم التأكد منه وتم إجراء التحليل، وبنكون نحن وصلنا لـ2 نيسان واثقين أنه الحمد لله حتى تاريخه لا يوجد أي إصابة. فالتعامل إذا كان لا يوجد إصابات راح يكون بشكل، وإذا لا سمح الله كان في بعض الإصابات راح يكون في يعني طبعا في حلول أخرى. نحن اللي حاولنا مثل ما شفتوا أنتوا حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، أو أنه يعني صعب إذا كان الناس متعودين على شيء معين أنه يبتعدوا عن هذه العادة بيوم وليلة. يعني حتى إذا لاحظتوا اللي كان بإحدى الدول الأوروبية عم تقرأ قرار أنه ينصح بعدم لمس الوجه أو العينين أو الفم، فكانت هي الحقيقة عم إذا كمان على لحظة. فهون شو اللي بدي أقوله أنه في عنا بعض العادات أعطتنا هذه الفترة، هل يعني فترة هاي الفترة اللي بنسميها نحن الإيقاف الاحترازي للتعليم في المدارس، حتى تصبح هذه الممارسة عادة. يعني نحن في بعض الممارسات عادة بدنا يعني نكرسها، فممكن أنه ندخل على نعود إلى العملية التدريسية، وطلابنا تدربوا واخذوا بعض يعني بعض العادات ابتعدوا عنا بشكل كبير، تعودوا انه او كرسوا عاده غسيل اليدين. الحقيقه غسيل اليدين في اليوم العالمي لغسيل اليدين، يعني اذا واحد بسمع انه مسويين يوم عالمي لغسيل اليدين، شو هالشغله بالفعل؟ انه اكثر شيء يعني اللي بيوصلنا الفيروس او ينقل الفيروس من انسان لاخر هو يعني اكثر من 90% من الحالات هي الملامسه. نعم. الملامسه هي باليدين. نقول غسيل اليدين لا تبليل اليدين. نحن الحقيقه نلاحظ حتى الان كثير من الناس بيعتبروا انه يعني حط ايده تحت صنبور المياه وغسل، عمد يعتبر انه غسل. حتى نحن بنشوف الطلاب بالمدارس يعني بخروجه من دوره المياه حط ايديه هذا مسح بالصدريه وركض. في عندنا 20 ل 30 ثانيه بالصابون والماء يفضل يكون فاتر. فالحقيقه تكريس بعض هذه العادات طبعا يعني، وانتم من ضمن الحملات وعن طريق القناه الإخبارية عم بيتم إيصال معلومات كبيرة، وعم بيتم تدريب الناس على ابتعاد عن عادات. والحقيقة صرنا نشوفها يعني نشوفها بالشارع، نشوفها بالطريق، نشوفها بالمناسبات. عادة اللي كتير أنا يعني قبل الـ يعني انتشار قبل انتشار الفيروس الجديد، عادات الصحية العامة اللي بنحكي عليها عادة التقبيل، يعني عم نشوف هلا صار في انه بيصلنا بعيد بيقول لك خلص يعني صح في كورونا بس شوي. لا هو يعني بدأنا نبتعد قليلا شيء هو شيء هذا الصح، وهذا الشيء الحقيقة خلي المحبة بقلوبنا يعني ما في داعي تكون المحبة بالأحضان، يعني اللي بيحبك هو اللي بيحميك مو اللي بيأذيك. خلينا بس قبل ما نختم كمان اليوم نرجع نذكر قديش مهم وجودنا اليوم بالبيت لحتى نحمي حالنا وبالتالي نحمي عائلتنا، نحمي كل اللي بنحبهم، ونحمي بالتالي بلدنا. هي أيام قليلة إن شاء الله إذا التزمنا فيها صح، وهي إذا التزمنا فيها صح رح نكون مثل ما بيقولوا عدينا بر الأمان. إذا ما التزمنا رح نضطر لندخل بأيام طويلة نحن عم نحارب فيها عدو حقيقة هو ما نو مرئي بالعين، وهي خطورته وسريع الانتشار. احنا حتى الان يعني بنشوف ما اخذ بعض الاحتياطات، يعني لهلا في كثير ناس ما لانه يعني ما شافوا ما عايشوا. فالحقيقه لحد هلا يعني ممكن تكون
في ناس عم تنظر لهالموضوع يعني مو بكتير جدية. هذا الموضوع هو الخطر، واللي شفناه ببعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا. الحقيقة نحن حضرنا عدة ندوات يعني كانت بإشراف منظمة الصحة العالمية. الحقيقة كتير الأطباء والمسؤولين في عن الصحة العالمية في سوريا كتير أثنوا على الدور اللي عم تقوم فيه الحكومة السورية، سواء وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة، أثنوا على الموضوع كيف عم يعني اللي عم يساويه بسوريا ما ساووه بعض الدول بعد أن انتشر. فنحن الحقيقة الخطوات الاحترازية اللي سويناها كانت كتير كبيرة ولاقت كتير اهتمام وثناء من المنظمات الدولية. الحرص نحن نكسر حلقات، يعني الحقيقة من الذي ينقل، من الذي يأتي بالفيروس من الشارع إلى البيت؟ هو الإنسان اللي خرج إلى الشارع، كان في إصابة من إنسان انتقلت لآخر بطريقة أو بأخرى، انتقلت إلى حامل هذا الفيروس إلى البيت طبعا منه بدهم يخرجوا ناس للمدارس. ونحن ليش عم نحكي على المدارس بشكل خاص؟ لأنه الكثافة الموجودة بالصفوف والمدارس لا توجد في أماكن أخرى. هلأ نحن حقيقة بنحكي على بعض الوزارات الأخرى أنه لازم يجب أن تتخذ إجراءات، مثل وزارة التموين على الأفران، على الاستهلاكيات أو حتى على السوبر ماركات. يعني في شيء يجب أن يوزع بحيث أن ما عرفنا أنه الفيروس ما بيطير أكثر من متر ونص. الحفاظ على هذه الخاصية هي من تحمينا. نعم. والوجود بالبيت أخذنا أكثر من متر ونص. أكيد نقول لك شكرا أكيد على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، على الجهود المكثفة اللي عم بتقوموا فيها لحماية وطننا ولحماية جميع المواطنين. بنتمنى كمان هن يتساعدوا معنا ويتساعدوا معكم، ونكون إيد بإيد، نضل بالبيت بهي الفترة لحتى نحمي حالنا ونحمي أولادنا ونحمي عائلتنا. اليوم كتير مهم ناخذ هي الإجراءات وما نستسهل الأمر أو نستهتر فيه. شكرا لك. شكرا لوجودك. شكرا لك.